رانا الان مع الحركه الجمعويه، تعرفوا كيف كانت الاوضاع، تعرفوا الصعوبات اللي كنتوا تواجهوها عند اداره واخرى. انتم بكل اراده وبكل عفويه وبكل نيه حسنه تريدون ان تؤطروا هذا المجتمع وان تسهلوا المهام، انما واعرف ما اقول، الاداره كانت صعبه. وكان هو ذلك بالامر هذا، لذا جعل من ضمن اولوياته تنظيم المجتمع باولا تيسير عمليه خلق الجمعيه. في هذا اللقاء عندنا لحظه تاريخيه لدعوه شعبنا للمشاركه في هذه الانتخابات، لتعزيز اولا انسجامنا ووحدتنا الوطنيه، لتعزيز امننا وسلمنا، وايضا لمواجهه قضيه التنميه التي نحتاجينها كل من خلال مشاركه المجتمع المدني. واجلي اللي شفنا هذا الرئيس متشبع، انا ندير اشهاد في حقه، متشبع بثوابت الوطن، عنده الجرينة تاع الثوار، حافظ على العقيده النوفمبريه، وعنده نظره اقتصاديه، عنده في المشروع يعني خلال الخمس سنوات القادمه 2 مليون سكن، و2 مليون سكن تاع خمس سنوات تنجزها غير الدول الكبرى. الجزائر التي تخوض اليوم رئاسيات في جو من الأمن ومن الاستقرار ومن الطمأنينة هي بإذن الله منتصرة بديمقراطياتها الواعدة، ومنتصرة بتلاحمها الوطني لمواجهة التحديات. أبجي تبون يتقدم اليوم ببرنامج جديد، ببرنامج واعد، ببرنامج مثمر، ببرنامج يحمل الامان، يزرع الامل بين افراد الشعب الجزائري. من المقاومه مرورا بالمجاهدات وبالتالي فيه مجاهدات. ايتها فحلات الجزائر، ايتها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نقوم بعمل جواري لكي نحث النساء انهم يذهبون الى صناديق الاقتراع. المشاركه القويه فهي جواب لاولئك الذين يتآمرون على الجزائر.